أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الساعة عبر فوربس الشرق الأوسط. حديث الساعة اليوم هو من دون شك استكمال شراء أرامكو أو استحواذ أرامكو على 70% من شركة سابك لصناعة البتروكيماويات السعودية. عملاقان أصبحا وحدة متكاملة إذا يمكننا القول، لأننا نعرف أنه 30% المتبقية مدرجة في سوق الأسهم. ضيفي رئيس الأبحاث في الراجحة المالية مازن أسداري. مازن، فعليا 30% مدرجة في السوق صح؟ نعم. طيب، هذه الصفقة من دون شك يعني لن تكون أثارها على سوق الأسهم السعودية وحسب. طبعا التحضير لها استغرق أشهر وربما سنوات. اليوم تم الإعلان عنها وتمت انتهت. ما تأثيرها برأيك على قطاع البتروكيماويات العالمي؟ يعني نحن نتحدث عن صفقة ب70 مليار دولار. عندما تأتي طبعا شركة من أكبر 4 شركات بتروكيميكال في العالم وتستحوذ من أكبر منتج بترولي في العالم، شركة أكبر شركة تنتج النفط، طبعا هو حدث جوهري في صناعة النفط والبتروكيماويات. طبعا صناعة البتروكيماويات تلقى أهمية لكل برا شركات النفط لسبب جدا بسيط، أن أكبر معدل نمو في استهلاك البترول كمعدل نمو نسبي مئوي راح يكون من البتروكيماويات. يعني ما يستخدم في صناعة ما يستهلك من البترول لإنتاج البتروكيماويات حدود 12 مليون ما يعادل 12 مليون برميل. يقدر هذا الرقم بعد 15 سنة حسب تقديرات وود ماكنزي أنه يصل إلى حدود 18 مليون، يعني زيادة 50%. طبعاً هو أكبر حجم هو قطاع النقل، سواء من السيارات إلى الشاحنات يصل الرقم لحدود 58 مليون برميل، لكن كنسبة مئوية في معدلات النمو راح يكون أقل. هناك أيضاً نمو عالي كرقم فوق 20 مليون برميل، لكنه أقل من كنسبة من البتروكيماويات. لذلك كانت أرامكو الحقيقة عندها اهتمام كبير جدا للدخول في هذا المجال صناعة، ودخلت في عام 2008 بشراكة مع شركة ساتورب 2006 إنشاء ساتورب مع توتال، وكان لها في السعودية. ثم ذلك ظهرت بترو رابخ، أخيرا شركة صدارة مع داو كيميكال. فهذه كلها الشراكات كانت تبين اهتمام أرامكو في دخول في مجال الداونستريم. لكن كما نعرف يعني في ظل أوضاع أسواق النفط اليوم، وفعلياً لا أحد يعرف مستقبل القطاع لفترة 5 سنوات مقبلة، لاحظنا أنه بي بي قررت شطب 17 مليار دولار وأكثر من 17 مليار من أصولها الأسبوع الماضي، يعني وشركات النفط الكبرى تتخارج من قطاع البتروكيماويات. فهل تعتبر أنه استثمار أرامكو في هذا الوقت بالذات، ولو كان يعني متفق عليه منذ فترة طويلة، مربح للشركة؟ أولاً شركات البترول الكبرى ظروفها مختلفة من ناحية حجم الديون، الالتزامات اللي عليها، أيضاً حجم أبار النفطية لها والعمر الاحتياطي لها. مثلاً متوسط عمر احتياطي لشركات البترول 13 سنة، فهي يعنيها الأبستريم أن حقولها تستمر تحافظ على حيوية حقولها واستمرارها، بينما أرامكو متوسط عمر حقولها فوق 50 سنة عمر حقولها. الحجم حق أرامكو أكبر، بالتالي هم أرامكو تسويق هذه الكميات. لذلك تجدين أرامكو ليس فقط عندها استثمارات في البتروكيميكال، أيضا كان في المصفات في الريفاينري حول العالم في الولايات المتحدة وفي شرق آسيا. فظروف شركات البترول جدا مختلفة، هذا واحد. الشيء الثاني، مع الأوفر سبلاي اللي حدث في صناعة البتروكيماويات خلال السنتين الأخيرات، اللي حدث في البوليمرز واللي حدث في الميثيلين جلايكون، وأدى لانخفاض الأسعار، ليس فقط من انخفاض أسعار البترول، هناك زيادة طلب غير الكوفيد 19 آثاره. هذا أدى أن شركات أيضا البترول صارت تكت الإنفاق، يعني زي شيفرون نزلت الإنفاق، أعلنت بحدود 800 مليون دولار في شهر مارس. لكن هذا القرار مؤخذ في ظل الظروف الحالية الأوفر سبلاي، ما هو قرار استراتيجي، وقرار للحفاظ على الوضع المالي لهذه الشركات لمدة السنة والسنتين القادمات، ما هو لو تتحسن أسعار البترول تعيد نظرتها.
بريتش بتروليوم لها وضع خاص، هي كان لها استثمار في البتروكيماويات وباعتها منذ السنوات IP، باعتها اختلاف استراتيجيتها. ولا ننسى بريتش بتروليوم كان عندها مشكلة التلوث في المحيط، كان عندها وضعية خاصة الشركة وتعرضت لغرامات وإلى آخره. لكن عموما كانت شركات البترول زي ما نقول لك تعاني في الفترة الأخيرة من الوضع المالي الصعب وأسعار البترول، فأغرب القرارات اللي شفتيها مؤخرا هي معنية على الوقت القصير. مازن، يعني هناك أسئلة ستطرح ما بعد اكتمال الاستحواذ اليوم. لم نعرف ماذا سيحل بهيكلية سابق، هل ستصبح جزء من أرامكو، هل ستكون وحدة تابعة لأرامكو، أم ستحافظ على استقلاليتها؟ هو ظهر رئيس شركة سابق تكلم قبل قليل وأكد أنه سيبقى كيان سابق لها استقلاليتها الإدارية كويس، لكن طبعا هي شركة بحسب قانون نظام الشركات، هذا حسب تصريح رئيس سابق. ولكن أيضا أنه أرامكو دخلت الآن مجلس الإدارة 3 من قياديين أرامكو شاركوا، رئيس مجلس الإدارة واثنين أعضاء لهم علاقة في عالم الداون ستريم يشاركون الآن في مجلس إدارة سابق، وهذا سيبين أثر أرامكو في استراتيجية سابق. كيف تتصور مستقبل القيادة العليا لسابق؟ يعني هل سيعود قرار الشركة لأرامكو في المستقبل؟ وماذا عن الموارد البشرية؟ عن يعني كيف ستكون الهيكلية برأيك بعد هذا الاندماج؟ على فكرة هناك شركات عانت انستل يعني struggling، عندها مشكلة في كفاءة التشغيل لها حتى اللي تنتج داخل المملكة. تقدرين تشوفين الشركات الباقية وتشوفين الافيشنسي، يعني الافيشنسي عالية في مصانع سابق. ثانيا لو نجد سابق overseas، يعني سابق شراكتها مع ساينبوك ناجحة بامتياز، وكانت هي شريك المعرفة لساينبوك في الصين. أيضا شراكتها في الولايات المتحدة كان عندها شراكات ناجحة، فهذه كلها تعطي، وفي هولندا لا ننسى هولندا وإنجلترا، هذه كلها تعطي كريدت يعني وكفاءة سابق وخبرة. هذا الشيء راح يصنع سينرجي بين الفريقين، وبالعكس راح يدعم استراتيجيتهم مستقبلا ويعزز تفاؤلنا. مازن، بما أنك فتحت موضوع الشركات التابعة لسابق خارج حدود المملكة، نعرف لديها شركات في الولايات المتحدة وفي آسيا وفي أوروبا، هل تعتقد أن هذه الوحدات ستصبح أيضاً تابعة لأرامكو من ضمن الدمج؟ هو أكيد، يعني أرامكو تمتلك سابق وسابق تمتلكهم من ناحية محاسبية، they consolidate، لكن راح تبقى يعني سابق تمتلك إدارتها وتدير نفسها، لكن they consolidate يعني محاسبياً يمتلكون 70% يعني من الشركة. طيب هناك سؤال، يعني نحن نعرف أنه سابق أصلاً كانت تحظى أسعار تفاضلية من أرامكو في السابق، هل ستصبح هذه الأسعار أكثر تفاضلية الآن؟ هو في سوء فهم، الأسعار هذه ما تحطها أرامكو، تحطها الدولة المشرع وزارة الطاقة السعودية، ما تضعها أرامكو، وهي لا تحظى فيها الوحدة، كل جميع الشركات في المملكة تحظى فيها. بالعكس في شركات أرخص من شركة أرامكو لأنها جديدة، فالعقد حقها أطول، يعني بعد مصانع سابق أقدم، فارتفعت عليها أسعار اللقيم اللي الأسعار الجديدة اللي في 2016 ظهرت انطبقت على أغلب مصانع، على كل مصانع سابق تقريبا، بينما لم تنطبق على مصانع أخرى. هذا للتوضيح. طيب مازن، سؤال، هل تتوقع إدراج سابق في الأسواق العالمية مستقبلا بعد حصول هذا الاندماج؟ لا أعتقد هناك مبرر أنها تندمج، يعني أنها تبي لستد دول لستد، يعني ما أدري، ما أعلم ما هو المبرر بالنسبة لشركة سابق. ربما ما لم يكن شركات عالمية أو مستثمرين جدد ممكن الجديدة ممكن، لكن ما يوجد مؤشرات على هالشيء الآن قريب. نعم، حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات. طيب بعد عندي سؤال أخير، نوعية البزنس يلي رح يكون بعد هذا الاندماج، يعني هل تتوقع دخول تحالف أو سابق أرامكو أو سابق تحت مظلة أرامكو في أعمال جديدة، في مصانع جديدة؟ لا أدري، هل لديك توقعات معينة؟
يعتمد طبعا هو على إنتاجية يعني سام أرامكو مستقبلا، ارتفاع طاقتها الإنتاجية، أو ما تريد أرامكو من تصدير البترول أنها تحوله أنه يصدر مكرر، فبالتالي جزء مما تصدره خام راح ترغب أنها تصدره أنه يكون مكرر. هذا عاد يرجع لاستراتيجية سابق، لكن غالبا ممكن أن نجد إنتاج من البترول أكثر ما هو من الغاز. يعني كان أغلب إنتاج السابق في المملكة كلها، آسف، وكل إنتاج سابق في المملكة الحقيقة من الناتشرال غاز، عالميا من البترول خارج المملكة. فممكن نجد إنتاج قائم على البترول مستقبلا، لكن تعرفين مصانع أو الأنشطة البترولية الأسف البتروكيميائية ما تظهر، يعني تأخذ وقت، يعني تأخذ 4 إلى 5 سنين. البناء يأخذ 4 سنين، قبلها الديزاين والوصول إلى فيزيبيليتي يأخذ ما يقل عن سنة. فيعني تاخذ، كان في مشروع قريب اولفن تو اويل، لكن يبدو لي انه 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 جمد او انه الغي، يعني حتى الان ما شفت عليه ابديت، ما كان الغي رسميا. فممكن انه يعاد احياء مشاريع قريبه مثل هذا المشروع، انه من النفط الى البتروكيماويات. اذا مازن صديري، نشكرك جدا على هذا اللقاء عبر فوربس الشرق الاوسط. طبعا سيكون لنا لقاءات مستقبليه معك. شكرا.